لا يخفى على المشاهد انه التحضير لحلقه زي دي مش بس بيبقى فيها مشاعر بالحماس للقاء ابنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ نادره الظهور، انما الحقيقه كان فيها مشاعر كتيره جدا ومدارك تزداد واحنا في طور التجهيز. يعني الذهاب لدار الوثائق وتجميع كل ما كتب في تلك الاحداث الهامه يعطيك صوره اهم عن الماضي. نحنا ندخل في أجواء الحادثة ونقرأ الاعترافات ونتفرج على الإنسان نجيب محفوظ ما بعد الحادثة. الحقيقة أن الجزئية دي إحنا اهتمينا بيها جدا في البرنامج. قعدنا نتأمل ذلك الشخص نجيب محفوظ اللي كان على شفا الموت وإزاي واجه الحياة بعد الحادثة دي. في درس مهم جدا في الجزئية دي لازم نطل عليه، إنما قبل ما نطل عليه لازم أسأل أسئلة تفصيلية خبرية عن وقع حادث الاغتيال وتفاصيله على أسرة نجيب محفوظ. قبليها بأسبوع معرفش كان عندي سفرية ومش عايزة أسافر، كان عندي إحساس بالخوف عليه مش عارفة ليه. وفي حد بلغ ماما بالإنتركوم، ما كانش عايز يقلقها، قال لها ده عمل حادثة، فافتكرت حادثة عربية، حببوا يخفوا الموضوع. وجات قالت لي باباكي بيموت، فقمت مخضوضة ورحنا المستشفى وقعد فترة طويلة بيعمل عملية. بس هو قال إن هو جاء واحد يسلم افتكره معجب، فلما جاي يسلم عليه راح غرز السكينة هنا وحاول يعمل يعني أكبر دامج ممكن للعرق هنا. يعني مش مجرد طعنة، ده هي طعنة أعقبها يعني بيحاول أكبر لتهتيك أو لتقطيع الجزء. هو وقتها قال نفذوا تهديدهم، عرف قال نفذوا تهديدهم، ما هو كان يعني بيهددوه بالقتل، يعني بيقولوا أنه لازم يتقتل. الحقيقة احنا عمرنا ما كلمناه في الموضوع ده لأنه جاء صحفي أجنبي يسألوا عليها على الحادثة فاتنرفز، فقررنا ما نسألش. بس بعد كده شفت فيلم فرنساوي بعديها بكذا سنة قال إنه كأنه وحش غرز أنيابه في رقبته، يعني ده الإحساس بتاعه. يعني الحادثة دي حصلت سنة 94 ونجيب محفوظ توفي سنة 2006. طول السنين دي حسيت إنه ده مجرد الكلام في الحادثة دي بيؤلمه، فما اتكلمتوش فيها أبدا. احنا ما حاولناش تاني الحقيقه، لما شفنا انه تنرفز ما حاولناش يعني عشان ما نضايقهوش، يعني ما حاولناش نتكلم في الموضوع ده تاني. سالت استاذه هدى في الجزئيه دي وقلت لها طب حتى من باب الفضول ما حاولتوش تقولوا له يعني تسالوه؟ فراحت قالت لي احنا مش صحفيين عايزين معلومات، ده بابانا ومش عايزينه يزعل، وهو ده القرار اللي اخذته طول السنين اللي مرت بعد الحادثه دي. طب كلميني عن نفسك انت، مشاعرك، كنت شايفه انه هذه هي النهايه ولا يعني انت تمتلكي ذكرياتك الشخصيه وتقدري تتكلمي على مشاعرك في الحادثه دي؟ انا ومامي رحنا المستشفى وطول الوقت كنت بدعي، يعني انا كنت مخضوضه الحقيقه. قعدنا مده طويله بره لغايه بقى ما الناس ابتدوا يجوا، أنكل ثروت ووزير الثقافة ويعني والأستاذ جمال الغيطاني يتهيألي، يعني ابتدت الناس تيجي فنزلونا بقى نستقبل الناس ونقعد معهم بس يعني.